اليوم جيت باش نخارط في هذه المبادره اللي دارتها الوينرز. الحمد لله، شوف الوينرز نهار على نهار كتبين بان الصوره النمطيه اللي كاينه على لي زولترا في المغرب راه ما يمكنش تبقى ديما خالد. خصكم تعرفوا هذه القضيه، الالترا راه ماشي هي الريفاليتي وحدنا نحداك، الالترا راه حضاره. الوينرز الحمد لله من بين الالترات اللي كيبينوا هذا الشيء نهار على نهار. مبادره بحال هذه ديال التبرع بالدم كتبين بان راه الوينرز ما تسموش بلود برادرز غير هكاك، إخوة في الدم غير هكاك، يعني التضامن ولا سوليداريتي كتكون ديما حاضره في زعما في لي زاكتيفيتي اللي كدير الوينرز من نهار بدات من 2005 الى يومنا. البادره كانت طيبه من طرف مجموعه الوينرز. انا شفت هاد المبادره عن طريق الفيسبوك، كانت صفحات وداديه هي المستراشه هاد المبادره، وانا استحسنت هاد المبادره وعجبتني، وداكشي علاش جيت تبرع. الحمد لله هادي ماشي اول مره كنجي نتبرع، هاد الفكره ديال ان يجمعوا الجمهور الودادي يجي يتبرع ماشي اول مره كينضموها الوينرز، وكنتمنى من هاد المبادرات يداروا ماشي غير عندنا حنا. حنا اصلا كانسان، الواحد كانسان كخصو يجي يتبرع بالدم، حيت الناس محتاجين الدم، وحنا كجمهور راه ديما غنبقاو نديروا هاد المبادرات ان شاء الله. التظاهرة هادي ناجحة 100%، وخصوصا في فصل الصيف لأنه كنعانيو من واحد النقص ديال الدم، لهذا كنتمناها تكرر مرة وجوج لإنقاذ حياة بشرية. الحمد لله لحد الآن وصلنا 343، هادي أول مرة تتكون حملة ناجحة، خصوص لي زورغانيزم اللي كنمشيو ليهم، هذا رقم قياسي. تبارك الله عليكم.